مساء الخير لكل المشاهدين باليوم الختامي من المرحلة الأولى من بطولة ألفا لكرة القدم موسم 2019-2020. اليوم المرحلة أو اليوم الأخير رح يشهد مباراتين، المباراة الأولى اللي رح تكون منقولة على شاشة الام تي في من ملعب فؤاد شهاب، مباراة نادي شباب الساحل وشباب الغزية، وبنفس التوقيت مباراة نادي سلام زغرتا ومباراة نادي البرج، مباراتين بغاية الأهمية بانطلاقة الفرق الأربعة بالمرحلة الأولى. بشكل سريع رح نكون مع الكابتن جمال حج محلل قناة الام تي في. كابتن جمال مساء الخير. مساء الخير لك لجميع المشاهدين. مثل ما قلنا اليوم في مباراتين بنفس التوقيت، المباراة الأولى رح تكون مرمولة عبر شاشة الام تي في، المباراة الثانية عبر شاشة وان. رح نكون نحن طبعا مع مباراة نادي شباب الساحل وشباب الغزية، مباراة تحمل الكثير من الأهمية لنادي شباب الساحل، خاصة أنه قدم مستويات ممتازة، بطل كأس النخبة، واليوم هو استحقاق حقيقي ورسمي لإثبات أنه نادي شباب الساحل يملك الجودة المطلوبة للمنافسة على اللقب. حقيقة فريق شباب الساحل اللي ممتاز فيه هو الاستقرار والرؤية الواضحة عند الفريق، وهو مع المدرب الحاج حمود عم بيكمل هذا الموسم ما انتهى فيه الموسم الماضي، وبسرعة استقدم اللاعب داوودة من فريق النبي شيت كتكملة لفريقه ومشي وتحضر مبكر. أول الفرق هي اللي تحضرت ببطولة الدوري يمكن بس ارتاح حوالي الأسبوع فقط، فبالتالي هو بجهوزية كاملة وعارف شو بده المدرب وترجم هذا الشيء بالمستوى اللي قدمه بكأس النخبة وإحرازه لبطولة كأس النخبة. فبيعني إنه هذا بيعني إنه فريق شباب الساحل وصل على الموعد، هو جاهز على كل المستويات أمام فريق مثل شباب الغزية اللي هو كمان شفنا إنه غير كتير من لاعبينه بين السنة والسنة الماضية، خاصة على المستوى الأجانب، استغناء عن مصطفى الشمعة، عن حمزة سلامة، عن خليل بدر. فهذه كلها أمور بدنا نشوف شكل الوجه الجديد لفريق شباب الغزية اليوم اللي عم بيواجه فريق الساحل اللي هو على الورق بوضع أفضل على الورق. مهم نحكي شوية عن نادي شباب الغزية يلي مثل ما كان في استقرار بالتحضير. نادي شباب الساحل بلش على بكير، ربما سكر انتقالاته على بكير. نادي شباب الغزية واضح انه يعاني من أزمة مادية، يعني لنحكي الأمور مثل ما هي، التحضير ما كان على قدر الطموحات، ربما الانتدابات كمان ما كانت مهمة، الأجانب مستوى الأجانب اليوم نحن هنختبرهم، ولكن نادي شباب الغزية ربما يعاني من عدم استقرار. شو رأيك؟ لا شك أنه نادي شباب الغزية مثل عدة فرق بلبنان عم بيعاني على المستوى المالي، وهو عم بيحضر حاله على قد إمكانياته، لكنه بيبقى السنة الماضية شباب الغزية عمل مستوى مفاجئ بصراحة غير متوقع. الكل كان معتبر أنه ممكن هو يكون مهدد للهبوط للدرجة الثانية، لكنه قدر يحقق نتائج كتير إيجابية. النفحة القروية أو النسبة الضيعوية مثل ما بقوله بتخلي الفريق عنده روح غير، عنده روح عالية مثل ما بنشوف فرق مثل أهلي علي أو تضامن صور. الفرق هذه اللي بتكون لاعبتها عندها كتير روح عالية وقوة، ممكن هذه تعوض شيء مع القليل من التنظيم الدفاعي. هلا بدنا نشوف مثل ما قلت أنت ثلاثة الأجانب هني ممكن يكونوا اليوم الاختبار الحقيقي لثلاثة الأجانب يساعدوا الفريق على أنه يبين بصورة غير. خلينا نحن نشوف اليوم تشكيلتي الفريقين. طبعا رح البداية بتكون مع نادي شباب الساحل، علي ظاهر بحراسة المرمى، محمد حمود على جهة الشمال، علي عبوت وكوليبالي قلبي دفاع، زهير عبد الله مدافع أيمن، عباس عاصي وحسين رزق بوسط الملعب، طبعا استراتيجية 4-2-3-1، عباس عطوي أمامهم، حسن كوراني على جهة الشمال، داود على جهة اليمين، وحيدر عوضة لافت البدء بحيدر عوضة عبد العزيز نداي لاعب محلي خلينا نقول هداف درجة الثاني كان بالموسم الماضي كأساسي. بالمقابل بدنا نشوف تشكيلة نادي شباب الغزية، علي ليلى بحراسة المرمى، محمد الدر على الجهة اليمنى، رامي فقيه وكندي قلبي دفاع، علي بيسي على جهة الشمال، قاسم ليلى وأيزو على ارتكاز، كريم منصور أمامهم، أحمد مكي على جهة اليمين، حسن الحاج على جهة الشمال، وأرنست بارفو الأجنبي الجديد رشيد كرأس حربي على كرسم اثنيتهم كمان 4-2-3-1 صحيح. لكن أنا بدي أقول شغلة اليوم في عدة أمور لازم التفت لفريق شباب الساحل. أول شيء المباراة الأولى عادة ما بتكون صعبة رغم الفوارق إذا اعتبرنا بالتحضيرات وبالأسماء وبالانتدابات، المباراة الأولى دائما بتكون صعبة. الأمر الثاني كمان عند شباب الساحل أنه اعتبارهم فوزهم بالنخبة أو اعتبارهم اليوم أنه ممكن يكون مباراة سهلة، هيدي بدها تكون عامل سلبي ضدهم بدهم ينتبهوا لها. الشغلة الثالثة غياب عبد العزيز نضاي، وهذا عامل يمكن على مستوى النفسي مريح لشباب الغزية على المستوى المعنوي فقط، انه سماعهم بالغياب مهاجم ممكن يريحهم شوي.
زائد انه إن اليوم مطالبين انه حيلعبوا امام فريق عنده تنظيم دفاعي بيعتمد على هجمات مرتده على ايجاد حلول وبسرعه. مشان هيك الفريق اليوم مطالب يكون مركز اكثر. هاي المباريات صعب كثير على الفرق اللي بتكون الافضليه إلها، لانه مضطر يترجم هذا الشيء خلال 90 دقيقه يكون عنده حلول وباسرع وقت ممكن، ما يتعوق الوقت لمصلحه فريق شباب الغازيه حيكون. مشان هيك الشباب الساحل ما لازم ولا لحظه يفوت على نفسه اي جزئيه بالمباراة والا حتكلفه مع الوقت. يعني نادي شباب الساحل قادر بكل بساطه يهون المباراة على نفسه وقادر صعبه على نفسه. بالمقابل نادي شباب الغازيه اقصى طموحاته برايك والواقعيه هو يطلع بنقطه من هذه المباراه بظل الفوارق الفنيه؟ المفترض عم يكون عم يفكر بالنقطه بتنظيم دفاعي بصبر، يلعب على نقاط الضعف، على هجمات المرتده، على مثل ما بيقولوا طلعات معينه. لكنه هيدا بيحتاج لرؤيه مش بس فقط دفاعيه. المدرب ما فيك تلعب دفاع 90 دقيقه. المدرب اللي بده يحصل على يعمل تنظيم دفاع عالي لازم يكون بيناتهم في رؤيه هجوميه لتساعده اول شيء للتسجيل او لاعطاء نفس للاعبين. فبالتالي بعتقد شباب الغازيه اليوم بده يلعب للنقطه، ومن بعض الاحيان كابتن رشيد وقت ما بتلعب للنقطه بشكل جيد من ممكن تحصل على 3 نقاط بشكل اسهل. واضح. قبل ما نروح على لعند زميلينا فارس كرم وشرب الكايم، بدي اذكر بس باحتياط الفريقين، احتياط نادي شباب الساحل علي حلال، مصطفى كساب، نيكولا منتش، محمد حيدر، علي الموسى، وجاد حسين، يوسف ركيت، احمد يونس، ومحمد نصر الدين. احتياط نادي شباب الغزيه احمد دياب، علي يزبك، حسين جواد خليفي، احمد ناصر، حسين نصر الله، هادي ماضي، محمد او مهدي غدار، قاسم ايوب، وحسن دنش. راح نروح سريعا لزميلينا فارس كرم وشرب الكريم للتعليق على المباراه، ونرجع مشاهدينا نلتقي فيكم بين الشوطين لتحليل ما جرى بالشوط الاول.